والله قبل فترة يا ولد كان جالس في البيت، إلا الوالد قال لي خذ الرضا من رأس أمك. قلت أخذ الرضا وأنا ودي أطلب له تاكسي، من هنا عارف إني مدمن والله. أنا كل يوم أروح يعني مشي وآيد، قلت مرة ما أبي أغير، إني كنت مكثر رحتها شوية أنا الله لا يبلعني، إلا أدخل الشركة بلا الكافي أطالع شباك ألاقي المدير، ومن وقتها أفهم أنا وأنت. والله يا اخوان انا كنت مره يعني صايع، يعني صايع بلس داشر، حتى كنت خش البيت يعني اشمغ على الكتف واسرق ذهب امي ويعني اعوذ بالله اعوذ بالله. فانا اخوان والله زي ما قلت لك والله ما اقدر اتركها، والله ما اقدر. الرجال ذا صادق وانا ما اقدر اترك زين. إيه والله هو ادمان القهوه بيني وبينك والله. اقول لك مثال ما تقدر تقول فين الفناجيل انا ما هذا حق الراستيك وين ما تقدر هذا يعني مش حال.